هنتكلم ان شاء الله النهارده على الالجوريزم اوف كومن رينال باثولوجي. طبعا دي تعتبر ان شاء الله اخر محاضره في الكورس، وبيبقى نعتبرها كتجميع لاشهر المواضيع او الباثولوجي اللي احنا ممكن نقابلها، بالذات في الكيدني ريجون او في الرينال سيستم. فهنتكلم ان شاء الله، يعني في بعض الزملاء سالوا يعني ايه على كلمه الجوريزم. الجوريزم معناها هي عبارة عن نوع من أنواع التحليل، إن بحلل مشكلة ما، بحس إن أنا بحط فيها بروتوكول أو بحط فيه بروجرام، بحس إن أنا لما بلاقي المشكلة دي أو بقابلها بيكون عندي بروجرام جاهز إن أنا أقدر أتعامل معاها. فالمشكلة عندنا في الراديولوجي هو إن أنا أشخص باثولوجي ما أو أعمل له كاركترايزيشن، اما اقول ان فايلال دايجنوزيس او اقول في ديفرنشال دايجنوزيس او اعمل ريكومنديشن لاذر موداليتيز او فولو اب او واتس ايفر. فده المعنى العام بتاع كلمه الجوريزم، معناها طريقه تفكير او فلوت شارت نمشي عليها. هنتكلم ان شاء الله على نعمل الجوريزم مع بعض كده سيمبل وابجريدبل. سيمبل معناه ان احنا نعتمد على فكره بسيطه، ان احنا هنقسم الرينال باثولوجي الى تو جروبس، كل حاجه هنقسمها الى اتنينات، بحيث طبعا في تقسيمات كتيره ممكن تتعمل، لكن هناخد السيمبل ان هي تبقى تو جروبس، ونقدر نعمل سب ديفيجن لتو جروبس اكتر وهكذا وهكذا، بحيث انها تقدر تبقى سهله وتعمل لها ريكولينج. ابجريدبل على اساس ان هي هنخش من فلوت شارت لفلوت شارت لفلوت شارت، بحيث ان احنا في الاخر نقدر نعمل فلوت شارت كبيره، بس عشان نقدر نجزئها نقدر نفهمها ونستوعبها نقدر نجزئها. بعد كده ده 90% من المحاضره، 10% تقريبا هنقول شويه رولز بسيطه كده زي تيك هوم مسج في الرينال ايمجينج. لو جينا فكرنا وقلنا يعني ايه الرينال باثولوجي، لو جينا فكرنا وحاولنا نقسمه لتو مين جروبس، هنلاقي ان ممكن الرينال باثولوجي ممكن تكون حاجه بتاخد الكيدني كلها، فبالتالي نقدر نسميها ديفيوز، حاجه ديفيوز بروسيس، او انها ممكن تبقى واخده جزء من الكيدني وسايبه الجزء الثاني نورمال، فبالتالي نقدر نسميها لفوكال. يبقى في عندي تو مين كومبوننتس، حاجه فوكال ابنورماليتي او فوكال باثولوجي، وعندي ديفيوز باثولوجي. طيب لو جينا خدنا الفوكال باثولوجي، ايه السؤال لو في عندي انا دلوقتي في الايمجنج وات ايفر الايمجنج موداليتي اللي انا اكتشفت فيه هذا الفوكال باثولوجي، الفوكال باثولوجي افكر بعد كده في ايه، اسال نفسي سؤال ايه واقول يعني عشان اقدر اعمل اناليسيس لهذا الباثولوجي. السؤال اللي في المفروض يعني يبقى منطقي طالع منين، الاوريجين بتاعه ايه، ايه الاناتوميكال اوريجين. وعرفنا ان الكيدني مكونه من تو مين كومبوننتس، مينلي بارينكما وكوليكتنج سيستم، فبالتالي نقدر نقسم الفوكال باثولوجي ده، هل هو طالع من البارينكما ولا طالع من الكوليكتنج سيستم. طيب السؤال اللي بعد كده نسال ونقول ايه النيتشر بتاع هذا الليجن، الليجن ده ايه النيتشر بتاعته، برضه هنقسمها لاتنينات سواء كان في البارينكما او كان في الكوليكتنج سيستم. نقدر نقسم النيتشر لحاجتين فقط، هل هو سوليد ليجن ولا سيستيك ليجن. يبقى احنا كده ماشيين اتنينات، كل حاجه بنقسمها لاتنين. طيب لو جينا اتنقلنا على الديفيوز بروسيس او الديفيوز باثولوجي، اولموست اولويز الديفيوز باثولوجي بيأفكت الكيدني سايز، فبالتالي نقدر اما الكيدني سايز هتكبر او هتصغر، فبالتالي نقدر نقسم الديفيوز بروسيس الى برضو تو مين كاتيجوريز، هل اسوشيتد بسمول سايز كيدني او اسوشيتد بلارج سايز كيدني. يبقى نعتبر السلايد ديت السلايد اللي هي البيزك سلايد اللي هي الجنرال سلايد اللي نقدر نقسم بيها في دماغنا لما نيجي نقابل اي رينال باثولوجي، وبعد كده هنعمل فارسر ايفالويشن لكل جروب من دول، بس هنعتمد دايما على فكره الاتنينات دي او رول اوف تو. طيب هنتكلم على ايه دلوقتي؟ هنتكلم على الفوكال كيدني ديزيز اللي هي طالعه من البارينكما اللي هي النيتشر بتاعها سوليد. يبقى الاورجانيزم او الالجوريزم ماشي كده، فوكال كيدني ديزيز اللي هي بارينكما ان اوريجين اللي هي سوليد ان نيتشر.
طبعا انا مش هتكلم على الايمجنج موداليتيز وعرفت ازاي انها سوليد او سيستيك، المفروض ده الكلام يعني اتقال في المحاضرات اللي قبل كده، لكن انا هتكلم ازاي ان انا اعمل تجميعه للمواضيع والباثولوجي في دماغي، واقدر بعد كده اعمل ايه الستيب اللي بعد كده، او افكر ازاي في الديفرنشال دايجنوس. لما نيجي نشوف البارينكمال سوليد ليجن ده اللي انا بتكلم عنها، برضو هنعمل تقسيمه برضو اتنين. لو انا عندي فوكال بارينكمال سوليد ليجن، ايه الاحتمالين الكبار اللي ممكن يبقوا موجودين؟ الاحتمال الاولاني ان هذا الليجن السوليد ما يكونش ليجن، ان يكون سودو ماس. الاحتمال الثاني ان هو يكون ترو ماس. اوكي، لو سودو ماس اوكي يبقى ولاند جود، يبقى ده نورمال فاريانت احنا بنتعامل معاه، ومعروف ان هم اربع خمس ماسز بنتعامل معاهم، يبقى الاكزامينشن كده انتهى او الموضوع كده انتهى بالنسبه للسودو ماس. طيب لو ترو ماس، ترو ماس وبالذات تكون سوليد في الكيدني، ديت مشكله كبيره، لان احنا عندنا قاعده هنبقى نقولها فيما بعد ان السوليد ليجن في الكيدني بيعتبر مالجنانت انتل بروفد اذروايز، لكن القاعده ديت ليها استثناءاتها في بناين سوليد ليجن. فبالتالي هنقسم الترو ماس الى برضو مجموعتين كبار، اللي هو التارجت بتاعي اللي انا عايز اعرفه، هل هذه الماس بناين ولا مالجنانت. البناين هنقسمها برضو لمجموعتين، والمالجنانت هنقسمها لمجموعتين. البناين هنقسمها هل هي نيوبلاستيك يعني نيوبلازم بس بناين ان نيتشر، ولا انفلاماتوري. والمالجنانت هنقسمها لبرايمري ولا سكندري. يبقى دي نعتبر ديت الفلوت شارت بتاعه الترو سوليد ماس. هناخد هنت على السودو ماس بسرعه كنوع من التذكره، ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاعه السودو ماسز. السودو ماسز زي ما اتكلمنا قبل كده، اعتقد اتقالت قبل كده، اللي هي اللارج كولوم اوف بيرتين، السبلينيك هامب او دروميدري هامب، الفيتال لوكيشن، واللوبر ديسمورفيزم، والكومبنساتوري هايبرتروفي. اللوبر ديسمورفيزم ديت بتحصل في حالات الكرونيك بايلونيفريتيك تشينجز، بالذات ان بيبقى في جزء ريميننج من النورمال كيدني بيبان ان ذا فورم اوف ماس، ولكن ده بيعتبر النورمال بارت اوف او الريميننج بارت لما يكون في فوكال بايلونيفريتس. يبقى كده السودو ماس عملنا لها كفرنج وغطيناها وانتهت القصه بالنسبه لها. نرجع تاني للترو ماس، هنعمل معاها ايه؟ بهذا الالجوريزم يبقى بسال نفسي سؤال، يا ترى هل هي بناين ولا مالجنانت؟ ولو بناين هل هي نيوبلاستيك ولا انفلاماتوري؟ ولو مالجنانت هل هي برايمري او سكندري؟ طيب لو احنا وصلنا على هذا الالجوريزم هيبقى صعب ان انا اعمل كاركترايزيشن في حالات كتير، فبالتالي هنسال نفسنا ثلاث اسئله، مش اتنين بقى هنا، هنسال نفسنا ثلاث اسئله عشان يساعدوني في حل الايه الالجوريزم اكتر والاناليسيس بتاع السوليد رينال ماس. الثلاث اسئله دول كل سؤال منهم اجابته اتنين. الثلاث اسئله دول اول حاجه بسال على المالتيبلستي بتاعت الماسس، نمره اتنين بسال على اللاتراليتي او السايد، نمره تلاته بسال على الكونتنت. لو انا بسال على المالتيبلستي يبقى الاجابه هل هي سنجل ولا مالتيبل، لو بسال على اللاتراليتي يبقى يونيلاترال او بايلاترال. الكونتنت اهم تو كونتنت يهموني، الفات كونتنت او الكالسيفيكيشن او الكالسيفيك كونتنت. فدول بضيفهم في الاناليسيس للرينال ماسز، هيجاوبوا على اسئله كتيره قوي في الايه الالجوريزم المعين. طيب اشهر ديفرنشال دايجنوزيس عندي المعادله ديت، السوليتري واليونيلاترال، وديت دي كومنست باثولوجي اللي احنا بنقابله، سوليتري سوليد فوكال بارينكما رينال ماس. كل ده احنا في هذا احنا بنتكلم دلوقتي في السوليد اللي هي الجزء الفوكال اللي هي طالعه من البارينكما. طبعا الديفرنشال ديجنوز برضو هي بناين ومالجننت، بناين ومالجننت. في ديفرنشال ديجنوز ليست كتيره ممكن نقابلها، لكن انا يهمني الحاجات اللي هي متعلمه او مكتوبه باللون الاحمر. اشهر نيوبلاستيك وبناين ليجن الاي ام ال او الانجيومايلايبوما والانكوسايتوم، دول اشهر بناين سوليد بارينكمال فوكال ليجن. بعد كده الانفلاماتوري عند الاكيوت فوكال بايلونيفرايتس والرينال ابسس في بدايته، بيبقى في مرحله قبل ما يحصل فيه ليكوفاكشن بيبان زي السوليد ماس. طبعا هنا بحتاج ان يبقى فيه
كلينيكال هيستوري كويس وكلينيكال كوريليشن كويس وعشان اقدر اشخص الموضوع. المفروض دي برضو يعني اتقالت في محاضره الانفلاماتوري ليجنز. المالجنانت ما ننساش البرايمري هي رينال سيل كارسنوما. برايمري ما ننساش، مش مهم بقى اللي تحتيهم دول، دي حاجات رير ممكن ما نقابلهمش، لكن البرايمري ما ننساش رينال سيل كارسنوما، والسكندري ما ننساش الليمفوما والميتاستس. يبقى دول كديفرنشال دايجنوزيس ليست اللي انا اقدر اقول على سوليتري ولا سوليتري يونيلاترال او سوليتري يونيلاترال سوليد فوكال بارينكيمال ليجن. طيب المعادله الثانيه لو عندي مالتيبل وبايلاترال رينال ماسس هفكر في ايه؟ برضو نفس الموضوع، بناين ومالجننت، والبناين نيوبلاستيك وانفلاماتوري، والمالجننت برايمري وسكندري. البناين نيوبلاستيك ايه ام ال اونكوسايتوما، معنى الكلام ان الانجيومايلايبوما والانكوسايتوما ممكن تيجي مالتيبل وممكن يجوا بايلاترال وممكن يجوا سنجل وممكن يجوا يونيلاترال. انفلاماتوري زي الملاكوبوليكيا او التيوبركلوما دي مش مشكله، لكن يهمني في المالجننت بقى ان انا اركز في البرايمري على السبوراديك رينال سيل كارسنوما. رينال سيل كارسنوما ممكن تيجي بايلاترال وممكن تيجي مالتيبل، وحاجه اسمها الهيريديتري رينال سيل كارسنوما. السبوراديك رينال سيل كارسنوما ديت اللي هي الرينال سيل كارسنوما نوت اسوشيتد وذ اذر كونديشن، اللي هي كونفنشن بنسميها كونفنشن رينال سيل كارسنوما. الهيريديتري رينال سيل كارسنوما ديت بتبقى عاده اسوشيتد مع سيندرومز. السيندرومز دي بتاخد مالتي سيستم افكشن زي الفون هيبلين ده وزي البيرت هوج دبي سيندروم. اكتر حاجه تفرق لي ما بين الاثنين دول انها بتبقى الهيريديتري بتبقى عاده بتيجي في اليونج ايج، وعاده بتبقى زي ما قلنا موجوده مع سيندرومز، يعني ليه اذر مانيفستيشن في البودي سيستم. السكندري برضو الليمفوما والميتاستاسيس ممكن يجوا في صورتهم سنجل، ممكن يجوا بايلاترال، ممكن يجوا مالتيبل، بيجوا باي صوره في الاثنين. طيب السؤال الثاني اتكلمنا عليه اللي هو الكونتنت، قلنا فيه فات وفيه كالسيفيكيشن. طيب الفات برضو لما بلاقي فيه فات كونتيننج ليجن دوت بيقلل لي الديفرنشال دايجنوزيس ليست بتاعتي. برضو بسال سؤالين، هل هي بناين ولا مالجننت؟ ايه البناين ليجن اللي هو يحتوي على فات وبيكون سوليد وبيكون فوكال وبيكون بارينكمال؟ البناين اشهر حاجه طبعا هي الانجيومايلايبوما. المالجننت في اثنين مشهورين، الليبوساركوما والرينال سيل كارسنوما. الرينال سيل كارسنوما ممكن يكون الجروس بيكتشر بتاعها ما بيحتويش على فات، ممكن يكون في الهيستولوجي يبان في فات بالذات في نوع منها، ولكن لما بلاقي فات كونتنت في الماس دي بيبقى عاده بتبقى نتيجه ان الماس عامله انجلفنج للرينال ساينس فات، فبتبان اكنها فيها فات كونتنت. يبقى الفات كونتنت الثلاثه دول مشهورين وبنشوفهم، طبعا الاي ام ال انجيومايلايبوما الشهيره جدا، واللايبوساركوما، والرينال سيل كارسنوما. الكونتنت الثاني اللي هو الكالسيفيكيشن، برضه هل هو بناين ولا مالجننت؟ المالجننت هي اشهر في الانسيدنس بتاعها عن البناين، اكسبت ان البناين بيبقى في حالات التوبيركلوما او في حالات الزانزو جرانيلوماتوس بينيفرايتس، لكن المالجننت في حالات الرينال سيل كارسنوما ده اشهر مثال ليها، وفي حالات الميتاستس. يبقى احنا كده خلصنا الالجوريزم بتاع الفوكال بارينكمال سوليد ليجن، خلاص وقسمناه لمجموعتين كبار، والمجموعه الكبيره الترو ماس قسمناها لمجموعتين بناين ومالجننت، وكل واحده قسمناها الى جروبس بتاعتها. نيجي بعد كده للجزء الثاني من الالجوريزم اللي هو الفوكال بارينكمال اللي طالع من البارينكما وسيستيك النيتشر. النيتشر بتاعته بتكون مينلي سيستيك. المجموعه ديت هي مشكله فيها، لان السيست بالذات السيمبل سيست بالذات بيبقى الدايجنوزيس بتاعه والباثولوجي بتاعه في الاسوسيشن معاه اكتر من مالجن. يعني مالجن سيست خلاص سهله، بيبقى واضح وصريح وفرانكلي ما فيهوش مشكله، لكن السيست بالذات ده مشكله في التقسيمه بتاعته. فبالتالي برضو انا عسبت على اساس الايمجنج فايندنج اللي انت ممكن تلاقيها اثناء الاكزامينشن.
طبعا الصوره دي الصوره الوحيده يمكن اللي هي تبقى موجوده في السلايدز فيها راديولوجي. دي الكلاسيك بيكتشر بتاعت السيمبل سيست فيرلي انيكويك وبوستيرو انهانسمنت، الكونتنت بتاعته كلير وامبرسيبتبل وول. دي كرايتيريا كلنا عارفينها بتاعت السيمبل سيست. طيب المشكله ان السيمبل سيست ده او السيستيك ليجن بتتواجد مع اسوسيشن كتير بناين ومالجنان كونديشن. طيب فالتقسيمه يعني اللي شايف انها ممكن تساعد شويه ان احنا نقسمه، نسال هل هو سنجل ولا مالتيبل. لو سنجل بالكرايتيريا دي اذا خلاص الموضوع منتهي. طيب هل هو مالتيبل؟ هنسال نفسنا اسئله تانية. لو هو سنجل بسال نفسي هل هو سيمبل ولا كومبليكيتد. برضه لو مالتيبل هل هو سيمبل ولا كومبليكيتد. السيمبل خلاص زي ما قلنا الكلاسيك بيكتشر بتاعتها والكرايتيريا بتاعتها معروفه. يعني ايه كومبليكيتد؟ الكومبليكيتد لا تعني مالجنسي. الكومبليكيتد سيست ده تيرم بيطلق على ان السيست ات از نوت سيمبل، وفي نفس الوقت لم نصل الى ان يكون مالجنت. يعني المرحله اللي ما بين السيمبل ومرحله اللي ما بين المالجنت اللي هو بتبقى في مرحله وسط اللي هي الاندترمنت، اما يستمر ويبقى بناين واما يبقى بروسيد ويبقى مالجنت. الكومبليكيتد سيست ده عاده اللي هو في بوزني كلاسيفيكيشن، واعتقد اتاخد اتقال بوزني كلاسيفيكيشن، ده اللي ممكن نسميه ما بين 2F اللي هو بيحتاج الى فولو اب. بنلاقي فيها هيمورج كونتنت، نلاقي فيها كالسيفيكيشن، نلاقي فيها سيكسبتيشن اند سون. نفس الكلام في المالتيبل، ممكن الاقي مالتيبل سيمبل سيستم من هذا الشكل وممكن الاقيها مالتيبل وكومبليكيتد. طيب ايه السؤال بقى اللي نطرحه بعد كده عشان نحاول نصل الى دايجنوزس او نقلل من الديفرنشال دايجنوزس؟ اول حاجه في السيمبل سيست سواء كانت سنجل او كانت مالتيبل، هل هي يوني لوكيولار ولا مالتي لوكيولار؟ يعني هل هو وان سيست ولا في لوكيولاريتي؟ يوني لوكيولار وسيمبل وسنجل خلاص ويل اند جود، يبقى ده خلاص doesn't need any investigation. مالتي لوكيولار، مالتي لوكيولار هنا بشرط ان هو يكون في فاين سيبتيشن بسيطه اقل من 1 مللي اللي هي بتخش في الكاتيجوري بتاعت بوزنياك 2 وليس 2F، يبقى ده خلاص ده بنعتبره سيمبل سيست مش بيحتاج حتى فول اب بوزنياك 2. اوكي نفس الكلام هينطبق على المالتيبل سيمبل ويوني لوكيولار ومالتي لوكيولار. طيب نيجي نشوف الكومبليكيتد. الكومبليكيتد هل في هل هو بروسيد وبقى ماس ولا في اذر مانيفيستيشن او في اذر ساينز؟ الاذر ساينز اللي احنا قلناها اللي هي هل هو في هيموريج، هل هو في سيك كالسيفيكيشن، هل هو في سيكسبتيشن اند سو اون. في هذه الحاله ديت طالما ما ظهرش في فرانكلي ماس او نيدولاريتي انا بعتبره ده بوزنك 2F لابد انه يتابع. البوزنك 2F ده نسبه انه يتحول لمالجنسي حوالي 5%. ممكن ان انا في الايمجنج هذا الشخص بتابعه وممكن يتحول بعد كده الى مالجننت ويوصل للمرحله الثانيه اللي هي الماس، اتعامل معاه اكنه رينا سيل كارسنوم. اوكي يبقى هنا لو جينا شفنا بقى الديفرنشال كده، انا ما حبيتش اظهر الشارت ديت مره واحده لانها تبقى كونفيوزنج شويه. هنيجي هنا وصلنا للمالتي لوكيولر، هنيجي بقى في المالتي لوكيولر اللي هعتبرها سيمبل، اللي هعتبرها سيمبل وتكون سنجل. ديت ممكن هي نفسها مع المالتيبل بتحصل مع نفس الاسوسيشن اللي بيحصل فيها السنجل والمالتيبل سيست. هل ممكن تبقى نيوبلاستيك، ممكن تبقى انفلاماتوري، ممكن تبقى فاسكولار، ممكن تبقى اسوشيتد مع سيستيك ديزيز. فالسيستيك ليجن الجوريزم صعب من يعني من الحاجات الواحد صعب يحاول يعمل فيها الجوريزم يعني ستريت فورورد زي السوليد ماس. في تقسيمه ثانيه دي مكتوبه فعلا وظريفه برضه حبيت تعرفوها، اللي هي متقسمه على حسب الايتيولوجي. انا اللي حاولت قلتها ديت كانت تقريبا على حسب الساينس، لكن ديت تقسيمه على حسب الايتيولوجي. جينيتك سيستيك ديزيز يعني السيست ده اسوشيتد مع جينيتك ديس اوردر او اسوشيتد مع اوبستراكتيف كونديشن او ديزيز او اكوايرد سيستيك ديزيز او سيست ويز سيندروم. وهنا الكومنست اكزامبل لكل حاله. يعني الجينيتك سيستيك ديزيز زي الادلت دوميننت بوليسيستيك كيدني او الادلت ريسيسيف او الميدالا ريسبونج كيدني
الاكوايرد سيستيك ديزيز شامله السمبل سيست والبارابلفيك سيست والسيستس اوف كرونيك انفيلير، والاوبستراكشن اللي هي اسوشيتد في الديسبلاستيك كيدني والمالت سيستيك ديسبلاستيك كيدني، واحنا كنا قبل كده قلنا الفرق ما بينهم ازاي، اللي هي السيست الاسوشيتد والسندرومز زي تيوبر سكلوروزيس والفون هيبلنداو، دول اشهر سندرومز لكن في لسته ثانيه من السندرومز كبيره. فدي برضو تقسيمه اعتقد انها كويسه، وبيتجمع الكومنست سيستيك ليجن اكوردنج تو ذا الباثولوجي. طيب يبقى احنا كده خلصنا الفوكال بارينكمال وسوليد وسوستيك ليجن. يبقى هنتكلم دلوقتي على الفوكال ليجن بس اللي طالعه الاوريجين بتاعها اللي طالع من الكولكتنج سيستم، وبرضه زي ما كنا قسمناها قبل كده سوليد وسيستيك. هنتكلم الاول على السوليد ليجنز، ايه النيتشر بتاعتها او ممكن تبقى ايه. برضه هنقسمها لمجموعتين نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك، النيوبلاستيك بناين ومالجنانت والنون نيوبلاستيك انفلاماتوري واذر. يبقى دول برضه هنقسم الى تو جروبس، قاعده تو. لو جينا اتكلمنا على النيوبلاستيك المالجنانت، اشهر حاجه هي اليوروسيليال تيومر، البوليب دوت كمثال للبناين ليجن، لكن اشهر حاجه في النيوبلاستيك سوليد كولكتنج سيستم هو اليوروسيليال تيومر. النون نيوبلاستيك احنا قلنا ان فيها انفلاماتوري واذر، اشهر حاجه برضو نون نيوبلاستيك الستون، البلاد كلوت، السلافت بابيلي، اليوريترايتس سيستيكا، التي بي، اللوكوبليكيا والزانسو لما تيجي تعمل افكت زانسو بلمونوفرايتس. يبقى هنا ديت بنقسمها للنيوبلاستيك والنون نيوبلاستيك، ده في السوليد ليج. الكولكتنج سيستم السيستيك ان نيتشر ممكن يكون ايه؟ السيستيك ان نيتشر برضو هنقسمها الى تو جروبس برضو عشان الريكولينج. يبقى هنقسمها هنا بقى لكونجينيتال واكوايرد، حاجات كونجينيتال وحاجات اكوايرد. الاثنين هنقسمهم لحاجه لوكالايزد او جنرالايزد، سواء كانت كونجينيتال او اكوايرد هنقسمهم لوكالايزد او جنرالايزد. زي ايه مثلا؟ حالات الكونجينيتال اللوكالايزد زي الكومباوند كيليكس، زي الهايدرو كيليكس، زي كونجينيتال ميجا كيليكس، كل الحاجات دي ممكن فاريانت بنشوفها بالذات في حالات الاي في بي او في حالات الام ار يو، ممكن نلاحظ الفاريانت دي. الجنرالايزد يبقى فيها كونجينيتال ميجا كاليسز، او اشهر حاجه ان نلاقي فيه هايدرونفروزس، هايدرونفروزس سواء كان اوبستراكتيف او نون اوبستراكتيف. ده الحاجات الكونجينيتال اللي هي ممكن تبقى تعمل دايليتيشن، سيستيك دايليتيشن او سيستيك ليجن في الكولكتنج سيستم، تبان لي في الايمجنج انها سيستيك ليجن. طيب ايه الحاجات الاكوايرد؟ زي مثلا اللوكالايزد بوست اوبستراكتيف كاليكتيزس، زي في حالات لما يحصل فيه ريفلكس هيبان فيه دايليتيشن للسيستم، اللوكالايزد تيوبركلوزس بيحصل فيه دايليتد كيليكس برضو، اوبستراكتيف يوروباسي، البوست اوبستراكتيف اتروفي ممكن يحصل فيه اتروفي لمجموعه من الكولكتنج سيستم وبيبقى فيه دايليتيشن للهي للريمينينج بارت، هو ده المقصود بيها، والريفلكس نيفروباسي والدايبيتس انسيبيتس ممكن اسوشيتد معاها تعمل هيدرونفروز بتعمل دايليتيشن. اوكي يبقى احنا كده السلايد الاساسيه اللي هي ابتدينا بيها الاول خلصنا فيها جزء الفوكال باثولوجي، سواء كان وقسمناها لبارينكمال وقسمناها الى كولكتنج سيستم على حسب الاوريجين، وبعد كده اتكلمنا على النيتشر اوف ذا ليجن. طيب لو جينا اتكلمنا على الديفيوز، وقلنا الديفيوز باثولوجي معناها ان هو انفولف الكيدني كلها مش سايب فيها حاجه نورمال، وقلنا ان ده بيبقى عامل امباكشن على الكيدني سايز سواء انها هتكبر او هتصغر. ده فلوت شارت بالنسبه للكيدني ديزيز الديفيوز، لو هي سمول سايز ولا لارج سايز. برضو هنقسمها لمجموعتين او هنسال نفسنا سؤال اجابته حاجه من اتنين، هل لو هي سمول سايز هل هي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ برضو لو لارج سايز هل هي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ طيب اشهر اسباب لو جينا هنشوف الثلاثه دول، السمول سايز كيدني بالتو جروبس بتوعها واللارج سايز واليونيلاترال لارج سايز كيدني، هنلاقي ان الجروبس
او الاسباب بتاعتهم هي واحدة. بنقسمها لبريرينال كوزس وانترارينال كوزس وبوسترينال كوزس. يبقى السمول سايز كيدني ككل واليونيلاترال لارج سايز كيدني، ثلاثة دول متعلمين واخدين نفس اللون الاحمر، دول هيبقوا اسبابهم الثلاثة دول الانترا بريرينال وانترارينال وبوسترينال. يبقى ككلاسيفيكيشن او ان انا اعمل كاتيجورايزيشن في دماغي هيبقوا سهلة ان انا اعمل لهم ريكولينج. اللي هتبقى استثناء من القاعدة هي البيلاترال، لما الاقي بيلاترال لارج سايزد كيدني، ودي هنقسمها حاجة ديفلوبمنتال او كونجينيتال واكوير، كونجينيتال واكوير، وديت هنبتدي بيها عشان بنعتبرها استثناء. فيبقى البيلاترال لارج سايز كيدني، السؤال اللي هسأله نفسي يا ترى هل ده شيء اكوايرد ولا شيء ديفلوبمنت او شيء كونجنتال. الديفلوبمنتال هي سهله مش محتاجه حتى كده ما عملتهاش في الفلوت شارت. الديفلوبمنتال اشهر حاجه رينال دوبلكس كيدني كونجنتال، عاده الرينال اللي فيها الدبل مويتي او كولكتنج سيستم دوبلكس بتبقى عاده اكبر من النورمال من اللي هي نون دوبلكس كيدني، ده اشهر مثال. ممكن زي تاني الهورشو كيدني بتبقى انلارجد لان بيحصل فيه فيوجن للبوست كيدنيز مع بعض عن طريق الازمس، فممكن تبان انها اكبر في السايز. فدول اشهر مثالين في الكونجينيتال بايلاترال سايز كيدني. الاكوارد كوزز اللي ممكن نعرف اسبابها هنقسمها لثلاث حاجات. الاكوارد كوزز هل هي نتيجه مالتي سيستم ديزيز حاجه سيستميك، ولا نتيجه اوبستراكشن ممكن يكون بايلاترال اوبستراكشن، او نتيجه انفلتريشن. يبقى الاوبستراكشن بايلاترال اوبستراكشن في البدايه بالذات هيعمل بايلاترال انلارج كيدني. مالتي سيستم ديزيز زي بالذات الميديكال ديزيز زي سيستميك لوبس زي الكولاجين ديزيز عموما ممكن في وقت او في مرحله بتبقى تعمل بايلاترال انلارجمنت لان افكت الايه البوست كيدنيز. والانفلتريشن، الانفلتريشن او الانفلتريتيف بروسيس للكيدني ديزيز هنقدر نقسمها برضو للسهوله، انفلتريشن باي بروتينز زي في حالات الامايلودوزس والمالتيبل مايلوما، فلويد زي في حالات الانفكشن وفي حالات الاي تي ان الاكيوت تيبرال نيكروزس والاكيوت كورتيكال نيفرايتس، او انفلتريشن باي سيلز، السيلز دي سواء كانت انفلاماتوري زي بكتيريال نيفرايتس او مالجنان سيلز زي مثلا في حالات انفلتريشن اشهر مثال اللي بيعمل زي حالات الليمفوما وحالات اللوكيميا، دول بيعملوا بايلاترال ديفيوز انفلتريشن. يبقى تاني عشان برضو ما انتهش، البايلاترال سايز كيدني هنقسمها لديفلوبمنتال ودي قصتها سهله، والاكوارد هنقسمها لثلاثه ده الاستثناء بتاع الاثنين، ان يبقى في مالتي سيستم ديزيز اوبستراكشن او انفلتريشن، والانفلتريشن هي اللي هتتقسم على حسب الكونتنت اوف انفلتريتيف كومبوننت، هل هو بروتين ولا فلويد ولا سيلز، وكل حاجه وناخد الاشهر الكومونست اكزامبل فيها. نيجي بعد كده نتكلم على اليونيلاترال لارج سايز كيدني، وقلنا اليونيلاترال زي مع السمول سايز كيدني سواء كانت بايلاترال او يونيلاترال، الثلاث اسباب او الثلاثة جروبس هما واحد بريرينال وانترارينال وبوسترينال. اشهر امثله في حالات اليونيلاترال لارج سايز كيدني الايرلي ارتيريال ثرومبس، ودي بنشوفها في حالات الجرافت كتير، الايرلي فينوس ثرومبس برضو بنشوفها في حالات الجرافت، الانترارينال كونجينيتال وزي ما قلنا اكزامبل انفكشن او كومبنساتوري هايبرتروفي، والبوسترينال اشهر حاجه انها تعمل اوبستراكشن اللي هي اشهر سبب يعمل اوبستراكتيف يوروباسي. لو جينا دخلنا على الجروب الثاني اللي هو السمول سايز كيدني ويونيلاترال برضو نفس الثلاث اسباب بريرينال انترارينال بوسترينال نفس الاسباب، بس هتبقى هنا ليت لما يحصل فيه اتروفي حاجه برولونجد وحاجه نوت مانجد، الثرومبوزس اللي حصل وعمل انلارجمنت في الاول هيحصل يبتدي لما يحصل الكيدني هتبقى تخش في اسكيميا تخش في انفاركشن هتبقى سمول سايز، نفس الكلام مع الفينوس، وفي حالات الكرونيك رينال ارتري ستينوزس لو عملت انسفشنسي ديت بالذات في النيتف كيدني. الانترارينال في عندي حاجه معروفه كونجنتال هايبوبليزيا اوف ذا كيدني، دي بتبقى سمول سايز كيدني سمول نمبر اوف كولكتنج سيستم والكاليسيس، ولكنها سمول سايز في الفوليوم لكنها ممكن تفرز عادي جدا، ممكن نشوفها بالرينوجرام ممكن نشوفها بالاي في بي بالالترا ساوند نفس الكرايتيريا الايكوجينيستي نورمال، ولكن
كل الابتيك بتاعها مثلا او الجي اف ار بتاعها بيبقى اقل. المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني والبوست انفلاماتوري اتروفي. بوست رينال كوزز زي اشهر حاجه الريفلكس نيفروباسي بيعمل كرونيك بيلونفريتيك تشينجز وبالتالي تبقى سمول سايزد، او اشهر حاجه ثانيه البوست اوبستراكتيف اتروفي اللي هو برولونجد اوبستراكشن. برضو البايلاترال سمول سايز كيدني نفس الثلاث اسباب البري رينال انترا رينال البوست رينال. بتحصل في حالات الاكيوت ارتيريال هايبوتنشن، في حالات الجنرالايزد ارتيريوسكليروزس والاثيروميتس ديزيز، والانترا رينال في حالات هيريديتري كونديشنز والاميلودوزس، والبوست رينال برضو الريفلكس نيفروباسي والبوست اوبستراكتيف في الايرلي ستيج. ده منظر الفلوت شارت، تقريبا كل الفلوت شارت اللي احنا قلناها طبعا بالمنظر ده كبيره قوي لدرجه ان الديتيلز بتاعتها مش باينه، فاحنا بالتالي ده السبب ان احنا قسمنا في الاول الفلوت شارت لقطع صغيره نتكلم فيها بالتفصيل، وما ننساش الفلوت شارت الاساسيه اللي هي هتبقى المدخل لاي فلوت شارت تانية في المجموعه اللي معايا في الكيدني باثولوجي. الجزء الثاني من المحاضره والاخير بعض شويه جنرال رولز في الرينال ايمجنج، مجرد يعني تيك هوم مسج. احنا ليه بنعمل ايمجنج للرينال ماس؟ سؤال سهل ومنطقي، ان انا اقول بناين ولا مالجننت. طيب هل ان انا اقول بناين او مالجننت ده انف؟ اهم حاجه ان انا اقول هل هي اوبرابل اور نوت، وده طبعا بيعتمد فيه بقى على التي ان ام ستيجنج والستيجنج بتاعها، وعشان اقول هل ده يبقى في اوبرابل اقدر اعمل الماس ديت مانجمنت ولا لا. طيب لو جينا اتكلمنا على البيست موداليتي في كل سيتويشن، لو انا عندي سوليد وبارينك مارينا الماس، البيست موداليتي طالما ما فيش كونترا اندكيشنز هو المالتي ديتكتور سي تي، وان انا اعمل مالتيبل فيز، ما بعملش بري وبوست خلاص، لا بعمل، احنا عندنا بنعمل تراي فيزيك ان اديشن للبري كونتراست، يعني بعمل ارتيريال واعمل فينوس واعمل ديليد، لان كل ستيج ليها اهميتها وليها اهميتها في ان انا اعمل ستيجنج. دي اوقات طالما ما فيش كونترا اندكيشن يبقى السي تي هو الفيرست تشويس. في كونترا اندكيشن يبقى الام ار اي طالما بتعامل مع سوليد رينال ماس. لو جينا بقى عكسنا السيستيك رينال ماس هجد ان الام ار اي هيبقى دي الابر هاند في السيستيك ليجن. لو لقيت سيستيك ليجن في البلفيكاليسيال سيستم او اي تيومر في البلفيكاليسيال سيستم يبقى عندي تو سيتويشن، الام ار او ان انا اعمل سي تي يو، الاثنين بيبقوا كومبارابل في الريزلتس بتاعتهم. بعد كده بنتكلم على بعض معادلات في الكونتنت اتكلمنا عنها. لو لقيت سوليد ليجن ومعاه كالسيفيكيشن يبقى ديت رينال سيل كارسينوما انتل بروفد اذروايز. لو لقيت سوليد ليجن ومعاه فات يبقى ديت انجيوما ليبوما. لو لقيت سوليد ليجن ومعاه كالسيفيكيشن ومعاه فات ديت نعتبرها رينال سيل كارسينوما انتل بروفد اذروايز. اخر حاجه لو لقينا ان في انديتيرميت ماس، الكرايتيريا بتاعتها والفيتشرز بتاعتها مش واضحه في كل الايمجنج موداليتيز، في حاجات تمشي مع البناين، في حاجات تمشي مع المالجننت، القاعده ان احنا بنمشي مع الموست اجريسيف اللي انا بخاف منه احطه في الاحتمال الاول الفيرست بريورتي بتاعتي واتعامل معاه على هذا الشكل، سواء كان بقى عامل بايوبسي او ايفن حتى اوبريشن او اي انترفيرنس تاني. وكده يبقى يعتبر ده كده بالنسبه للبرزنتيشن، واشكركم على حسن الانصات. كده خلاص.